سوق مختلف في فناء منارة عدن التاريخية. إنه المعرض المصغر للكتاب، يقام للمرة الثانية بعد نجاحه العام الماضي وبذات الجهود الشبابية الرامية للتشجيع على القراءة والاطلاع. بجد الفعالية حلوة، وأكثر شيء في بحاله أنه مجهود شخصي، يعني الأستاذ توفيق ما اعتمدش على داعم. فكرة المعرض تقوم على جمع الكتب المستخدمة أو جلبها من المكتبات الكبيرة بعروض منخفضة السعر، ليتاح لمختلف الشرائح شراء الكتاب في ظروف اقتصادية تجعل الثقافة بعيدة عن أولويات المواطن. هدفه أنه يوفر الكتب بأسعار مناسبة يعني للمتناول الجميع. والمعرض هذه هي طبعا اليوم المعرض الثاني، المعرض الأول برضه كان موجود هنا. والمعرض غرضه أساسا أنه يحاول يشجع الأوضاع اللي هي في عدن بسبب الظروف مؤخرا اللي حصلت. على مدى 3 أيام كان الحضور لافتا، والتفاعل يعيد لهذه المدينة بعض ألقها الذي توارى خلف آثار الحرب والصراعات التي تلتها وأعاقت مختلف أنشطتها المدنية. آدم حسامي، قناة بلقيس، عدن.